نحن في أمس الحاجة أن نقترب من سيد الأولين والآخرين لنتعلم الأدب والخلق والدين والفقه والعلاقة الصحيحة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. فإن العاقل يستطيع أن يدرك أن لهذا الكون رباً، يستطيع أن يعرف أن لهذا الكون خالقاً، لكنه لا يستطيع مهما أوتي من ذكاء أن يعرف ما الذي يريده هذا الرب الخالق من عباده، ولا نستطيع أن نعرف الذي يرضيه والذي يغضبه. فإننا لا نستطيع أن نصل إلى هذا إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق الوحي وعن طريق السنة وعن طريق ما يتكلم به خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أوحى إلى الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، أوحى إليهم بماذا؟ أوحى إليهم بمراد الله تعالى من خلقه. ما الذي يريده الله منا؟ أن نعبده، أن نصلي له 5 صلوات في اليوم والليلة. أي عقل يستطيع أن يعرف أن مرضات الله تعالى في صلاة الجماعة مثلا؟ أي عقل يستطيع أن يدرك هذا؟ أو أي عقل يستطيع أن يدرك أن صلاة المغرب جهرية وأن صلاة الظهر سرية؟ من أين له أن يدرك هذا؟ هذا لا يدرك أيها الأحباب إلا من طريق الإيه؟ الوحي الصادق الذي جاء به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. لذلك نحن الليلة مع مسألة من المسائل التي لا دخل للعقل فيها حقيقة، ولولا أن الدين بالوحي لكان الأمر مختلف تماماً عما سنشرحه الليلة في هذا الدرس وفي الدرس القادم حول هذه القضية. لو أن المسألة بالعقل والمنطق، إنما المسألة بالوحي والشرع ولا بالعقل والمنطق؟ بالوحي والشرع. فما دور العقل والمنطق؟ نعطله، نحبسه يعني، نحطه في البيت ونمشي من غير عقولنا؟ لا، إنما دور العقل والمنطق فهم ما جاء به الشرع، لأن الشرع لم يأتي للجهلاء، الشرع أقصد لم يأتي للمجانين، الشرع جاء لمن؟ للعقلاء. فالعقل نور من عند الله تعالى، والشرع نور من عند الله تعالى، فالنور يوافق النور ويقف معه، لا يقف ضده ولا يحاربه. إنما يأتي الشرع، يأتي كلام النبي، تأتي الآية القرآنية، نحتاج إلى عقولنا لنفهمها. لو كان الأمر بالعقل المحض وبالذكاء والفهلوة لكان الأمر خلاف ما سنقوله الليلة تماماً. هذه القضية التي سنطرحها الليلة أيها الأحباب من خلال قراءتنا صحيح الإمام البخاري، قضية تعظم الشرع في القلوب. تذكروا هذه الكلمات جيداً، قضية تعظم الشرع فين؟ في القلوب. الله تعالى قال في محكم التنزيل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها يا جماعة الخير فإنها من تقوى القلوب. إنما نعظم الشرع لأن عقولنا قاصرة أن تدرك مراد مين؟ مراد الله تعالى. أيها الأحبة الأكارم، هذه القضية في سياق الكلام حول فقه الوضوء، ونحن ما زلنا نقرأ بين يدي حضراتكم منذ مجالس بلغت حدا كبيرا في الكثرة كتاب ماذا من صحيح البخاري؟ كتاب الوضوء. وقد قرأنا كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان وكتاب العلم، ثم شرعنا في قراءة كتاب ماذا؟ كتاب الوضوء. ما هي هذه القضية؟ ومن أين يأتي تعظيم الشرع في القلوب إذا ما فقهنا تماما هذه المسألة؟ هذا ما سنجده واضحا بإذن الله تعالى في طيات هذا اللقاء وفي طيات هذه الأحاديث التي سنلقي الضوء عليها في مجلسنا هذا. ولكنني أبدأ بذكر هذه القضية بعد أن تسمعون الصلاة على الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، قد وقفنا في مجالسنا الماضية من خلال أحاديث صحيح البخاري على أركان الوضوء، صحيح؟ وعلى ما يسمى بسنن الوضوء ومستحبات الوضوء. وكان آخر ما تكلمنا حوله من قضايا الوضوء أن الإنسان يستطيع أن يتوضأ من المخضب والتور والقدح الرحراح ومن الحنفية ومن الصنبور، المهم أن يكون الماء ماء إيش؟ طاهراً ولا مطهراً؟ لا، المهم أن يكون مطهراً، ليس طاهراً فقط، المهم أن يكون طهوراً، لأن هناك فارق بين الماء الطاهر والماء الإيه؟ الطهور. إيه الفرق ما بين الماء الطاهر والماء الطهور؟ الماء الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، هذا اسمه طاهر ولا طهور؟ طاهر. والماء الطهور الطاهر في نفسه الإيه؟
المطهر لغيره. المية اللي هي لا ليس لها لون ولا طعم ولا رائحة، هذا ماء طاهر ولا طهور؟ طهور، يطهر إيه؟ يطهر غيره، يعني طاهر في نفسه يطهر غيره. لكن كوباية الشاي طاهر ولا طهور؟ بلاش كوباية الشاي، مية البطيخ حكما عايز الناس تطلع شوية من مية البطيخ، مية البطيخ طاهر ولا طهور؟ أنت متأكد؟ ينفع توضى من مية البطيخ؟ ليه؟ لأنها ليست طهورة، صح كده؟ إذا نحن نتوضى بماء إيه؟ طهور، سواء كان في المخضب، وتكلمنا عن إيه المخضب ديت، وحتى أن رأينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضا شديدا قال صبوا علي من كم قربة؟ من سبع قرب، وجلس في ماذا؟ في المخضب، وكان هذا المخضب لسيدتنا حفصة رضي الله تعالى عنها. ورأينا الحبيب المصطفى توضأ من تور مصنوع من الإيه؟ مش مصنوع من الحجارة ولا حاجة، هو أصلاً هو من الحجارة، صنعته الطبيعة، صنعته الإيه؟ الطبيعة. ورأيناه صلى الله عليه وسلم اغتسل بمد وتوضأ بصاع. المهم أنها قضايا تخص يا جماعة، تخص الوضوء. فما هي هذه القضية التي سنطرحها الليلة؟ هي قضية المسح على الجورب. مسح على إيه يا أخوانا؟ الجورب. والحق أن قضية المسح على الجورب في صحيح البخاري أستطيع أن أقسمها على فسطاطين كبيرين، وعايز الناس تاخد بالها جدا، لأنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الإيه؟ يفقهه في الدين. فاللهم فقهنا في ديننا يا رب. ومن القضايا التي أحدثت لغطا كبيرا عند المتوضئين هي قضية المسح على الإيه؟ على الخفين، أو المسح على الجورب. هذا يوضع في الكفين، أما الذي يوضع في القدمين اسمه إيه؟ الخفين. لا 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 يوجد شيء اسمه المسح على الجورب. الجورب ده بيتلبس فين؟ في الإيدين. لا، ما فيش مسح على الجورب. طب لو أنا لابس جوينتي في الشتاء أقلعه ولا أمسح على الجورب؟ لا، ما فيش تمسح على الجورب. إنما المسألة هي المسح على الإيه؟ خفين ولا الجوربين؟ لا، ما فيش جوربين يا أخوان، المسح على الخفين. ولذلك أنا قلت لكم في بداية هذا الكلام أن هذا الدين لو كان بالعقل والفهلوة لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهري. هذا كذا، هكذا قال سيدنا علي رضي الله عنه. المسألة مش بالعقل والفهلوة، أمال المسألة بإيه؟ بالوحي والشرع والدين وما جاء به سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأكارم، الكلام حول المسح على الخفين كلام دقيق إلى أقصى درجة، ولكنني لن أتكلم بكلام فقهي بدرس فقهي جاف، لا، يعني أقدر أقول لحضرتك الدليل على المسح على الخفين وخلاف العلماء حول كذا وكذا، ثم أسوق لك الأحكام الفقهية حول المسح على الخفين، أنا لن أفعل هذا. إنما على عادتنا سنطعم الكلام في الفقه بالمواقف والأحاديث التي يرويها سيدنا الإمام مين؟ إحنا مش مع البخاري ولا إيه؟ إحنا مع سيدنا الإمام مين؟ البخاري. وانتبهوا أيها الأحباب أننا وصلنا في قراءة الصحيح إلى الحديث رقم كم الذي سنفتتح قراءته الليلة؟ 200 وكم؟ 202 ولا 201؟ لا، 201 أرنا المرة اللي فاتت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بمد وصاع، يعني هكذا أشرنا إليه. المهم أننا أشرنا إليه أنه وحد الله. باب المسح على الخفين يبدأ من الحديث رقم 200 وكم؟ 202. صلوا على سيدنا النبي كده عليه الصلاة والسلام. انتبهوا أيها الأحبة أن حديثنا الليلة أو كلامنا الليلة أو درسنا الليلة أو لقاءنا الليلة زي ما عايز تقول يدور حول 4 نقاط كبرى. وخد بال حضرتك أوي أوي، لأنني انتويت أن أتحدث بشيء من الهدوء، لأننا اليوم حول قضية نحتاج أن نصحح معلوماتنا حولها، صح يا أخوانا؟ محتاجين نصحح الأفكار التي في رؤوسنا حولها، واللي عارف محتاج يأكد، لأنه في عندنا بلبلة كبيرة جدا حصلة في هذه النقطة. اللي عارف محتاج إيه؟ يأكد. ونحن سنذهب إلى مصادر المسألة وأصولها وجذورها. أي مسألة؟ ها؟ ما تقولش الجوربين، المسح على إيه؟ على الخفين. هذه سنذهب إلى ماذا؟ إلى جذورها وأصولها. لقاؤنا الليلة مجملاً يدور حول كم نقطة؟ حول 4 نقاط. انتبه جداً، الحديث رقم 202 أنا قلت إن النقطة الأولى هي نكتة في الإسناد، وهذا من الكلام الذي لا أتعرض له كثيراً،
ولكنني سأتعرض له الليلة بسبب في غاية الأهمية سيتضح أمام حضراتكم. إيه هو الإسناد يا أحبابي؟ لابد يا جماعة أن يكون هذا واضح. فارق كبير بين من يحضر دراسة صحيح البخاري وبين من يسمع عن صحيح البخاري من بعيد. لا، أنتم ما شاء الله أنا أرى وجوها ثابتة في الدرس كل مرة، فيجب أن يكون عند حضراتكم وعندي ثقافة ليست موجودة عند الآخرين، صح ولا لا؟ من الثقافة التي ليست موجودة عند كثير من الناس فقه الإيه؟ الإسناد. ما هو الإسناد؟ الفقهاء والعلماء والمحدثون يقولون الإسناد هو حكاية طريق المتن، حكاية طريق هذا المتن الذي حدث أيام رسول الله أو الذي قاله رسول الله أو الذي أقره رسول الله. كيف وصل إلى الإمام البخاري؟ رآه البخاري في المنام فاستيقظ من نومه فكتبه في الصحيح. فكيف وصله إذن؟ وصله برواية رجال عن رجال عن رجال، كابرا عن كابر، إلى أصحاب النبي، إلى سيدنا النبي. هذا الإسناد الذي معنا الليلة في الحديث رقم 202 200 وكم؟ فيه نكتة لطيفة وإشارة عجيبة عجيبة عجيبة، وأنا يا جماعة الخير فخور بها فخرا عظيما، ولا بد وأن أنقل لحضراتكم فخري هذا بعد أن تتضح الصورة أمام حضراتكم. إذن أول نقطة من نقاطنا الأربع الليلة ماذا؟ نقطة في الإسناد. نقطة يعني إيه يا أخوانا؟ نقطة دي مش اللي بنضحك عليها ونكركر، لا، النقطة معناها أمر عميق في عمق العلم. أنت حضرتك تحفر من بره كده فتوصل عند حتة عميقة، الحتة العميقة اللي ما بينتبه لهاش كثير من الناس أهل العلم يسموها إيه؟ نقطة، أو يسموها إيه؟ لطيفة. عارف لطيفة يا عمنا؟ حاجة لطيفة يعني، حاجة جميلة يعني، لطيفة في الإسناد قد لا ينتبه إليها كثير من الناس. طيب أنت انتبهت لها إزاي؟ يعني أنت فلحوص أوي يعني؟ لا، إنما نبهنا إليها مولانا ابن حجر العسقلاني. مين ابن حجر العسقلاني؟ ها، الذي شرح صحيح البخاري. فجيه عند الحديث رقم 202 وقال كده، بابه إيه البخاري قال كده؟ بابه إيه؟ باب المسح على الخفين. جاب الحديث الأولاني من أربعة أحاديث تتكلم عن المسح على الخفين، هذا في الفسطاط الأول. ساق إسنادا لا بد وأن نشير إلى ما فيه من جمال وروعة، لا بد وأن نشير فيه إلى ما فيه من لطيفة وشيء خاصة للمصريين. يا سلام، أيوة، خاصة لمين؟ للمصريين. ليه للمصريين؟ لأنني أريد أن أقول، وهذا ليس نفاقا وله تطبيل لحد ولا حاجة، إحنا يا جماعة تعبنا جدا من تهميش الشخصية المصرية. اللي حضراتكم معايا يقول أنا معاك، واللي مش معاك يقول أنا مش معاك. نحن تعبنا شربنا المرار من تشخيص العباقرة، أقصد من تهميش دور وتتفيه دور العباقرة الإيه؟ المصريين. اللي يطلع عبقري في الطب يروح فين؟ شوف كلكم من غير ما تفكروا قلتوا ايه؟ يسافر بره. العالم الفذ الحافظ المتقن اللي دقيق في المعلومات وحافظ الدين كويس، دوره في واجهة المجتمع المصري ولا في ذيل المجتمع المصري؟ صليتوا على حضرة النبي. أول الأولويات الإعادة للثقة الكبيرة في شخصية الإنسان المصري وعدم تهميش دوره بعد الآن. يعني اللي هيطلع فز وعبقري هنحتضنه ونخلي له دور فين؟ في أمريكا؟ ها؟ في كندا؟ في مصر المحروسة. هي مصر قليلة يا أخوانا، ردوا عليها، مصر قليلة. بس إيه اللي خلاها قليلة؟ سوء الإدارة. كلام محتاج لف ودوران. إيه اللي خلاها قليلة في أعين الفسقة والفجار والكفار وأبناء القردة والخنازير؟ إيه اللي خلاها قليلة؟ أفرادها ليسوا على المستوى اللائق. مصر يا أخوانا أرض الكنانة، مصر التي خطى على أرضها الأنبياء، مصر التي ذكرت في كتاب الله تعالى أكثر من 30 مرة، مصر ذكرت في القرآن 30 مرة، 30 مرة وزيادة، مرات ذكرت صراحة ومرات ذكرت تلميحا
مصر عظيمة يا سادة، مصر يا سادة الكرام، مصر التي جرت عليها وعلى أرضها قصة يوسف عليه السلام الذي أعطاه الله نصف الإيه؟ نصف الجمال. أنت مالك النهاردة كده سخنان علينا ليه؟ لا، ما هو ده بداية منهج طويل سيطول. ماذا نريد من هذا المنهج؟ نمشي خلف مولانا، الله يديله الصحة ويقويه ويحفظه من الفتن وبطانة السوء، قولوا أمين. الرجل عايز يعيد الثقة للنبهاء والعلماء والأفزاز من أفراد الشعب المصري. نقدر على كده ولا ما نقدرش؟ ردوا عليا، نقدر. عشان كده أنا النهاردة هتكلم حول نكتة. فين يا سيدنا؟ في الإسناد، لابد. لطيفة فين يا أخوانا؟ في الإسناد، لابد من الكلام حولها، لابد، ما فيش مفر. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا الإسناد سيسوق لنا متنا. إذن النقطة الثانية حكاية هذه القصة، القصة التي يرويها لنا عبد الله بن عمر. عبد الله مين؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. دي تبقى النقطة رقم كام في مجلس الليلة؟ انتوا معايا ولا تعبتوا؟ طب حاسين بيا يا اخوانا؟ حاسين انا عايز اقول ايه؟ عايزين نمشي لقدام بقى، عايزين ناخد بلدنا وامتنا والمسلمين والاجيال القادمة نحو الامان المعرفي والامان الثقافي والامان الايماني والامان الوجداني، مش الامان الامني بس، لأن الأمان الأمني أثبت فشله. إذا ما ضممنا إلى الأمان الأمني الأمن المعرفي والثقافي والديني والشرعي كانت بلادنا بلداً أميناً بحق. ادخلوا مصر إن شاء الله إيه؟ آمنين. بأي أمان يا سادة؟ ليس بالأمان العسكري ولا بالأمان القمعي، إنما بالأمان ماذا أيضاً؟ الأمان المعرفي، الأمان الثقافي، الأمان الوجداني، الأمان الذي يجعل للإنسان النابه دوراً في مجتمعه وبين قومه وبين أهله، هو ده اللي خلينا الأمة دي تعيش في أمان. ثم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. حكاية الموضوع، أنا هحكي لكم إيه اللي موجود في الإسناد واللي خلانا أقول الكلام ده كله، بس بعد ما أقول لكم الأربع نقاط اللي عندنا. كم نقطة؟ واحدة الأولى، قصدي نكتة أو لطيفة فين؟ في الإسناد. والتانية حكاية هذا المشهد. والنقطة الثالثة يا عم أبو يحيى مهمة جدا إلى أقصى درجة، مشكلة حقيقية معاصرة. والله، وهتلاحظوا معايا أن المشكلة دي بجد بحق حقيقي، ونحن سنضع لها بإذن الله بعض الحلول في هذا المجلس، في هذا المجلس، في هذا الدرس، في هذا الدرس. وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم، يعينكم على الصبر ويعيننا على البيان. صليتوا على حضرة النبي؟ مش كده ولا إيه؟ أقول مرة تانية، مشكلة حقيقية معاصرة. طب ليه هي معاصرة؟ لأن هذه المشكلة لم تكن واضحة في زمان القديم الذي نبع فيه العلماء ونبغ فيه أهل الدين وأهل الصلاح، لم تكن موجودة هذه المشكلة، وإنما هذه المشكلة الآن أصبحت موجودة وتفرض نفسها على الساحة الإعلامية والساحة العلمية والساحة الثقافية. كم نقطة يا إخوانا؟ التالتة هي إيه؟ مشكلة حقيقية معاصرة. أما النقطة الرابعة والأخيرة، وأسأل الله أن ندركها قبل أن يدركنا الوقت، فالعمامة. أيوة، العمامة. النقطة الرابعة يا أخوانا يعني إيه؟ العمة، يعني العمة بتاعت الشيخ. لا، مش العمة بتاعت الشيخ، دي عمة حضرة النبي. أيوة والله، وستسمعون كلاما لطيفا جميلا رائعا. أسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالعلم، فأنا لا أجد متعة في الدنيا أحلى من متعة القرب من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، سنبدأ مباشرة في تفصيل هذه النقاط الأربعة. وأول نقطة دعوني قبل أن أوضحها لحضراتكم أن أرسل رسالة في غاية الأهمية بجملة مقتضرة. أيها الآباء، أعيد الثقة لأبنائكم في ذكائهم وإيمانهم ومعلوماتهم وصحة انتسابهم لهذا الدين العظيم. خلي ابنك يكون فخور بأنه مسلم مصري. والله أنا بقول تاني اهو، خلي ابنك يكون ايه؟ فخور. أكتر حاجة بيعملها الشباب النهاردة والشباب قاعدين هم، أول حاجة يفكر فيها بعد التخرج ايه؟ ها؟ شوف لي فيزا في كندا، ولا هجرة لأمريكا، ولا هجرة لأوروبا، ولا أي حاجة في فرنسا. إن شاء الله إن شاء الله روح هناك أمسح أغسل مواعين. حصل يا أخوانا ولا ما حصلش؟ ليه؟
لأنه كأن شيئا من الفخر بالانتماء لهذا البلد اهتز في قلوب وعقول كثير من شبابنا. أنا عارف أن الكلام ده غلط أن أنا أقوله، بس مش غلط ولا حاجة، أنا مش شايفه غلط ولا حاجة. الكلام ده فيه غلط ولا هي دي الحقيقة؟ طيب ماذا علينا أن نفعل؟ نلطم، نلعن الظلام، نولع في نفسنا. ماذا علينا أن نفعل؟ أن نقوم بدورنا وأن نرسل مثل هذه الرسائل. أعيدوا فخر أبنائنا بانتمائهم لدينهم وبلدهم. مصري أنا وأنا فخور بمصريتي. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: ستكون فتن. اسمع الحديث العجيب ده، صح السند إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال إيه سيدنا النبي عم يا مشايخنا يا سيادنا؟ قال حضرة النبي: ستكون فتن أبعد الناس منها الجند الغربي. فقالوا: من الجند الغربي؟ قال: الجند الغربي هم جنود مين؟ جنود مصر. ولما دخل عمرو بن العاص مصر، عمرو بن العاص فتح مصر سنة كام؟ سنة 21 من الهجرة. لما دخل مصر خطب خطبة عصماء نقل فيها جملة عن عمر بن الخطاب عن رسول الله. خلي بالك أنا بسوق إسنادها عشان بعض الناس طلعوا يقولوا لا الحديث ده ضعيف، الحديث ده النبي ما قالوش. لا يا أخوانا، كان هذا سبب من أسباب هز بعض الثقة والفخر في قلوب شبابنا وعقولهم لانتمائهم في هذا البلد. الكلام ده هز الثقة في بلدنا؟ لا، العيب إن كان هناك عيب ليس في الناس، إنما العيب في من يخطئون إدارة الناس. أقول يخطئون، وأسأل الله أن يوفق الجميع. قولوا أمين ولا أنتوا مش معايا ولا إيه؟ ولا أنتوا هتخلوني أقول وأنتوا قاعدين ساكتين كده وخلاص؟ خليكم معايا حبتين. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ستكون فتن أبعد الناس منها مين؟ الجند الغربي. وقال عمرو بن العاص على منبر في مصر لما دخلها خطيبا خطب ونقل قال عن عمر بن الخطاب أهو صحابي أهو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيفتح عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. قالوا لا ده محمد لا، ثابت بسبع مسالك، ثابت هذا الحديث ثابت، وأن عمرو بن العاص نقلها عن عمر بن الخطاب، وأن هذه الخطبة رددها العلماء والفقهاء على مدى 1400 عام. إذن لابد وأن ترجع أو أن نعيد شيئا من الثقة والفخار بانتمائنا لمين؟ لمصر. ودعك من أي ما يقولون من هز ثقة الشباب في بلادهم. بلدنا مليانة خير يا أخوانا، بلدنا مليانة خير. أيوة، خير مادي وخير إيه؟ معنوي. بلدنا بلد الأزهر الشريف. في بلد في الدنيا فيها الأزهر غير مصر؟ بلدنا بلد النيل يا جماعة، بلدنا بلد الحضارة، بلدنا بلد أهل العلم والمعرفة والعباقرة على مدى السنين طويلة. هم أهل الخليج والعرب والسعودية، مين اللي علمهم؟ إحنا من الثمانينات مصر بتعمل إيه طول الوقت؟ بتعمل إيه من المدرسين بيروحوا فين؟ مش بتطلعهم بعثات يعلموا الخليج ويعلموا؟ مش ده اللي حصل يا أخوانا؟ إيه اللي حصل لنا يا مصريين؟ إيه اللي حصل بالضبط؟ قولوا لنا إيه اللي حصل عشان ملناش دعوة باللي حصل. خلينا نتكلم في الإيه؟ في العلاج. العلاج أن يفتخر ببلدك. واسمع هذه النكتة العجيبة في الإسناد، كل الكلام ده في الإسناد يا دكتور. أيوة، استنى بس علي، صل على حبيبك النبي. تعال معايا كده نبدأ القراءة بعد كل الكلام ده. أنت لسه ما قريتش حاجة؟ أيوة لسه ما قريتش حاجة، لأن صحيح البخاري يرسل لنا الرسائل تلو الرسائل، وابن حجر بينبهني الحاجات جميلة جدا، وأنا مستمتع بقراءة شرح البخاري عن طريق مولانا ابن حجر العسقلاني. يقول الإمام البخاري: باب المسح على الإيه؟ أنتوا معايا ولا تعبتوا؟ طب خليك معايا. باب المسح على الإيه؟ على الخفين. قال حدثنا، اسمع وركز قوي، مين اللي بيقول حدثنا؟ البخاري، أبو عبد الله البخاري، القمة السامقة، رجل لك الرجال. منين بلد الرجل ده؟ من بخارة. فين بخارة دي يا سيدنا الشيخ؟ مش في تركيا خالص، شرع السد. بيقول لي شرع السد، شرع آسيا. أيوة مش شرع السد خالص. فين؟ شوف يا سيدي، البخارة بلاد ما وراء النهر. هناك في بلاد اسمها بخارة وأوزبكستان، وكانت محتلة من الروس إلى فترة قريبة، لكن البخاري من حتة اسمها إيه؟ بخارة، من بلاد ما وراء الإيه؟ أنا بسأل، من بلاد ما وراء النهر. أعجمي ولا عربي؟
بس بسألكم سؤال بقى، هل يوجد مسلم على ظهر الأرض عربي أو أعجمي، فقيه أو جاهل، في أطراف الكرة الأرضية، أي مسلم لا يفتخر بالبخاري؟ ردوا علي. مسلم فاهم يفتخر بالبخاري ولا لا؟ البخاري هذا أشهر إنسان في العلم ولا مش أشهر إنسان؟ يا رجل ده واحد بيصلي بالناس فغلط في القرآن، قل هو الله أحد ولا معرف، قل يا أيها الكافرون، غلط في القرآن. فقام واحد مسكه بعد الصلاة مولانا من الناس الحبيبة دول، قال له يا عم بالراحة علي، هو أنا غلطت في البخاري؟ يا عم انت طيب قوي، القرآن أهم من البخاري، والبخاري مهم برضه. يعني البخاري شهير يا أخوانا؟ شهير ولا لا؟ شخصية عظيمة ولا لا؟ طيب لك أن تتخيل أن البخاري بعظمته كان تلميذا عند شخص مصري. ها، المفروض افتخر بالتلميذ ولا بشيخه؟ لا مش ابو هريره، استنى عليه. المفروض افتخر بالتلميذ ولا بشيخه؟ بشيخه. المفروض الاولى الناس يعرفون البخاري، هل يعرفون ان للبخاري شيوخا مصريون؟ يعرفوا بس ما يعرفوش اساميهم. المفاجاه اللي جايه حالا في هذا الاسناد البديع، يقول حدثنا اصبغ بن الفرج، وده من مصر، قال حدثنا، قال اهو حدثنا اصبغ بن الفرج المصري. بالله اللي عنده نسخه يبص فيها، عندك يا استاذ امام حط دايره عليها، اصبغ بن الفرج الايه من الجيزه. يبقى انا المفروض افتخر ما دام البخاري جاي يتعلم عند واحد ايه، الشخصيه المصريه كان لها قيمه ولا ما لهاش يا اخوانا؟ كان ليها ولا ما كان لهاش؟ وليها لغايه دلوقتي اهو. قال حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب، وابن وهب مصري، عن عمرو، وعمرو بن الحارث مصري. كم مصري في الإسناد؟ ثلاثة وراء بعض يا أخوانا. قال البخاري حدثنا أصبغ بن أبي الفرج الإيه؟ المصري. قال حدثنا ابن وهب الإيه؟ المصري. عن قال حدثنا عمرو، وعمرو ده اسمه عمرو بن الحارث الإيه؟ مصري. ثلاثة مصريين يا جماعة الخير موجودين. فين الثلاثة المصريين دول؟ في إسناد أبي عبد الله البخاري، أشهر شخصية في علم الحديث، أشهر شخصية على الإطلاق. يروح يتعلم من مصري، اللي تعلم من مصري، اللي تعلم من مصري. ما هذا الكلام؟ هذا يعني أننا يجب أن نعيد الثقة في الشخصية الإيه؟ المصرية يا أخوانا. عارف يعني إيه البخاري يقول حدثنا أصبغ بن أبي الفرج المصري؟ ده معناه أنه جه من فين؟ من بخارة، من وراء النهر، ورحل في البلاد حتى دخل فين؟ مصر، وراح قعد عند سيدنا الشيخ متأدب، لأن الشيخ ده اللي أنا هتعلم منه حديث سيدنا النبي، ده يطلع إيه؟ مصري. إيه والله العظيم. وأنا تذكرت هذا الكلام ونحن في بعض المجالس في الأزهر الشريف، وطلاب وافدون يحضرون الدرس من ماليزيا ومن أندونيسيا ومن الصومال ومن جزر القمر وبلاد شتى، ومنهم بعض الطلاب يحضرون معنا من أوزبكستان، وأنا ما كنت أعرف أن هؤلاء الأولاد من أوزبكستان. فقلت للولد من أي البلاد؟ قال من أوزبكستان. فدمعت عيوني، قلت له أنت من بلاد الإمام البخاري؟ قال نعم، وكنت أعمل في مسجدي وضريح الإمام البخاري قبل أن آتي مصر لأتعلم في الأزهر. فدمعت عيوني، قلت الله، التاريخ يعيد نفسه، هذا البخاري دخل مصر ليتعلم من العلماء مين؟ المصريين. والولد الأوزبكستاني ده جاي مصر عشان إيه؟ يتعلم من مين؟ من مين يا أخوانا؟ يبقى المصريين لماذا تهتز ثقتهم في أنفسهم وفي مستقبلهم وحاضرهم؟ ألا لا سامح الله، أنا بقول كلام أهو أتحاسب عليه قدام ربنا، ألا لا سامح الله من هز الثقة في المصريين في بلادهم وأمتهم؟ ألا لا سامحه الله؟ بقول بوضوح أهو، وحضراتكم معايا وعارفين أن الثقة هزت في الشباب المصري وفي عقولهم وقلوبهم تجاه بلادهم مش من النهاردة، ده من الثمانينات. والسبب في هذا منظومة تعليمية صحيحة ولا فاسدة؟ صليتوا على النبي ولا أقول تاني؟ إذن كم واحد مصري في السند يا أخوانا؟ بالله عليكم من حق أتكلم ولا أقعد ساكت؟ من حق أقول النكتة اللطيفة دي ولا لأ؟ اسمع المفاجأة بقى، هذا الإسناد فيه ثلاثة مصريين عن ثلاثة مدنيين. يعني البخاري اتعلم عند مين؟ عند المصريين. المصريين اتعلموا عند مين؟
عند أهل المدينة المنورة. الله أكبر. كأن العلم يا سادة يجب أن يبحث عنه عند أهله في أي بقعة من بقاع الأرض، صح ولا لا؟ ولا لازم يبقى ابن عمي عشان يتعلم منه؟ لا، ده البخاري جاي من فين؟ من بلاد ما وراء النهر، عشان يقعد عند أصبغ. وأصبغ هذا له سيرة عطرة ومواقف، إلا أني لا أريد أن أطيل القراءة في حديث واحد ويطول بي الزمن. لا، لولا أني لا أريد أن أطيل عليكم لحكيت لكم من أصبغ ومن ابن وهب ومن عمرو بن الحارث، اتولد فين وعاش فين وإيه مواقفه وإيه ديانته وإيه أخلاقه ومين تلامذته ومين شيوخه وكان عايش إزاي وتعلم العلم إزاي وعلم الناس إزاي، بس عشان نبقى فخورين بمين؟ بنفسي، بأنفسنا وبلادنا مصر يا سادة. مصر كما يقال بلد الإيه؟ بلد الأنبياء. الله قال في القرآن الكريم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يبقى الثلاثة الأولينين في السند كلهم إيه؟ مصريين. قال عن عمرو، عمرو ده اسمه عمرو بن الحارث قال إيه؟ المصري. عمرو بن الحارث المصري قال حدثني أبو النضر. أبو النضر هذا مدني من أهل مين؟ المدينة المنورة. قال حدثني مين؟ أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن ده منين؟ مدني، لأنه أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. مين عبد الرحمن بن عوف؟ الصحابي أحد العشرة المبشرون بالجنة. ده الراوي، ده اللي روى عنه أبو النضر ابن عبد الرحمن بن عوف. يبقى منين بلده؟ من المدينة. إذا أبو النضر وأبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن عبد الله بن عمر، إذن عبد الله بن عمر منين؟ مدني أيضا، وإن كان قد ولد بمكة إلا أن مهاجره واستقراره وحياته كان فين؟ كان في المدينة المنورة. ما تصلوا على النبي كده. أم الإمام ابن حجر يقول لك هذا إسناد لطيف، قلنا له ليه؟ قال فيه ثلاثة مصريون يروون عن ثلاثة مدنيون، وفيه أن البخاري تتلمذ لإمام وشيخ من مصر، تتلمذ هو بدوره لإمام وشيخ من مصر اسمه ابن وهب، وابن وهب تتلمذ هو بدوره على شيخ من مصر اسمه عمرو بن الايه ابن الحارث. أنا بقول لكم يا أخوانا لو أن الأمر بيدي لجعلت في مقررات المدارس أن يعرف الشباب من هو أصبغ ابن أبي الفرج وندرسه في صفحة من صفحات اللغة العربية، ومن هو ابن ومن هو ها مين عمرو بن الحارث وندرسه للولاد عشان يعرفوا مشايخنا وتاريخنا وعظمة هذه البلاد وكيف أخرجت للدنيا أئمة رضي الله تعالى عنهم. الإسناد ده إسناد لطيف، في ثلاثة إيه عن الثلاثة إيه؟ عن ثلاثة مدنيين بس. الثلاثة المصريين دول مساروا ماذا لنا؟ مساروا فخر، مساروا فخر وخلاص طق حنك يعني، ولا نضعه للناس قدوة حتى يعرف الشباب أن في مصرنا رجال يمكن أن نقتدي بهم، صح يا أخوانا ولا أنا بتكلم كلام مش واضح؟ صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. أم سيدنا ابن حجر يقول بس استنى، بس ده في لقطة تانية في الإسناد، ده في لطيفة أخرى في الإسناد. قلت له هي إيه؟ قال لي رواية صحابي عن صحابي. رواية إيه عن إيه؟ يا أخوانا العلم أكبر ولا الشخصيات والمناصب؟ العلم أكبر. أنا صحابي ينفع أتعلم منه؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ قال فيه صحابي يروي عن صحابي. لا مش كده وبس، وفي هذا الإسناد تابعي يروي عن تابعي. الله. وبعدين ثلاثة مصريين عن ثلاثة إيه؟ مدنيين. وبعدين البخاري نفس التعلم عند مين؟ عند مصريين. الله أكبر. لابد وأن نعيد فخرنا لهذه الشخصية العجيبة التي اهتزت ثقتها بإيه؟ بنفسها. يا أخوانا المصريين لهم صد في أي حتة يروحوها. أنا بتكلم كلام غلط، ردوا علي. أي حتة المصري يروحها لازم يسيب إيه؟ يا راجل ده الراجل المسؤول عن الحج السنة اللي فاتت قال لك أكتر جنسية جاية بتأشيرات مش تأشيرات الحج، وبعدين راح بص للجماعة اللي قاعدين معه وانتوا عارفين هي جنسية ايه، قال ولا ما قالش؟ كم في حد فكيك وفهلاوي وذكي زي 150,000 150,000 راحوا الحج وحجوا غصب عن اي حد، حج ولا ما حجوش؟
الله العظيم. غير اللي رجعوه بي. مصرية يا أخواننا شخصية جميلة. حتى كان أشيع كده بعض في بعض السنين أنه أزكى طفل في العالم هو الطفل الإيه؟ هكذا أشيع. وهكذا خرج إسرة بحث علمي. وبعدين أنا سألت مشايخنا قلت طب إزاي يعني أزكى طفل؟ طب إحنا لا اخترعنا الذرة ولا اخترعنا حاجة حلوة ولا بتاع. فقام قال لك أزكى طفل هو الطفل المصري قبل أن يأكل الفول. ها؟ لغاية 6 سنين. بيقول لي بعد 6 سنين كل سنة وانت طيب لازم كل يوم يفطر فول وإيه؟ وطعمية. طب ما الطعمية من الفول والفول من الطعمية جننتونا. هو كده. والمصري يقول لك إن خلص الفول أنا مش مسؤول. وإحنا بنعلم الولاد في الأزهر عندنا هناك يقول له يا ابني من حافظ المتون حاز الفنون. اللي يحفظ متون العلم يحوز الإيه؟ فنون العلم. فالولد راح قاعد كده تحت في الدرس وقال لي يا مولانا. قلت له نعم. قال لي ومن أكل الفول نسي المتون. يبقى ما بتاكلش فول يا ابني. هو الفول عيب؟ لا مش عيب. طب نعمل ايه؟ الله المستعان. المهم يا سادة أن هذا الإسناد فيه ماذا وماذا؟ فيه 3 مصريين و3 إيه؟ مدنيين. أيها الأحباب كانت هذه هي النقطة الأولى ولن يكون هذا آخر العهد بها. أنا سأركب هذا الجواد وأريد لكل من يسمعنا ويتابعنا أن أعيد الثقة في قلوب شبابنا في بلادهم. أصل دوام الحال يا ابني من المحال. واوعى تفتكر إن البلد ده هيفضل حالها سيء العمر كله. والله ما بين لفتة عين وانتباهتها يعمل يا ربك يغير الله من حال إلى حال. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ أنت بس استعد. بس أنت استعد واشتغل على نفسك وخليك نابها ونابغة وأنت سينفع الله بك نفسك وأهلك وأمتك وبلدك والمسلمين جميعا إن شاء الله. صليتوا على حضرة النبي يا أخوانا. الآن ما هي الحكاية؟ طيب أدول 3 مصريين عن 3 إيه؟ عن 3 مصريين عن 3 مدنيين. إيه الموضوع؟ هو أبو سلمة بن عبد الرحمن. مين أبو سلمة بن عبد الرحمن؟ ده تابعي ولا صحابي؟ تابعي. وأبو النضر اللي بيروي عنه برضو تابعي. بس أبو سلمة بن عبد الرحمن بيحكي لنا عن سيدنا مين؟ عبد الله بن عمر. إيه اللي حصل مع عبد الله بن عمر؟ خلوني بقى أحكي لكم الحكاية عشان ندخل في الموضوع. الله، وأنت لغاية دلوقتي ما دخلتش في الموضوع؟ لا لسه ما دخلناش في الموضوع. بس خلي بالك، أبو سلمة بن عبد الرحمن ده يعني كان راوية ثقة، كلمنا عنه قبل كده. المهم بيقول إن عبد الله بن عمر، عبد الله ابن مين؟ ابن عمر بن الخطاب، رأى سعد بن أبي وقاص. أهو سعد بن أبي وقاص إيه؟ صحابي. وعبد الله بن عمر إيه؟ صحابي. ولكن سعدا من العشرة المبشرون بالجنة. سعد بن أبي وقاص خال رسول الله. كان النبي يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله. وكان سعدا مستجاب الايه؟ الدعوة. وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. وقصة سعد شهيرة وربما أشرت إليها سريعا ونحن في هذا الدرس. لكن الآن يا سادة، أن عبد الله بن عمر رأى سعد بن أبي وقاص يمسح على الله. نسيت الدرس. يمسح على الايه؟ الجورب ولا الخف؟ يمسح على الخفين. فأنكره. أنكره يعني رضي، وافق ولا ما وافقش؟ ما وافقش. عبد الله بن عمر شخصية هينة ولا شخصية قوية وعالم وصحابي وكل اللي انت عايز تقوله قوله كل حاجة صح؟ فلما رأى سعد بن أبي وقاص يمسح على الايه؟ على الخفين، ماذا فعل؟ أنكره. كأنه قال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ النبي ما عملش كده، ما ينفعش، اخلع الخف ده واعمل ايه؟ وتوضى. فماذا قال له سعد بن أبي وقاص؟ قال له سعد سل أباك. اسأل مين؟ اسأل أبوك. مين أبوك؟ ها؟ روح اسأل أبوك. أنت بتلوم عليا؟ أنا صحابي بس أبوك أكبر مني، يمكن أبوك كان ملازم للنبي أكتر. سل مين يا أخوانا؟ سل أباك. عبد الله بن عمر عمل ايه؟ راح يسأل سيدنا عمر. يا أبتي، قال سعد ورأيت سعدا يفعل كذا وكذا. فغضب عمر جدا وقال إن حدثك سعد عن رسول الله فلا تسأل أحدا بعده. أنت يا عبيط، لما سعد بن أبي وقاص يقول لك تشك في كلامه تسأل حد بعد سعد ولا ما تسألش؟ لا تسأل أحدا إيه
وهذا الموقف له قصة لطيفة أنا يعني بس تعالوا نكمل بقية الحديث قراءة ثم ننتقل. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، مدني ولا مصري؟ ها؟ طيب أصبغ بن أبي الفرج مصري، طيب ابن وهب مصري، طيب عمرو بن أبي الحارث، محمود عبدين صعيدي مصري. أنا مفخور إن أنا مصري، لو أكن مصريا. الكلام ده اتقال قبل 100 سنة صح؟ هات أي طفل دلوقتي وقول له قول الكلمة دي هيرضى يقولها؟ هات أي شاب في العشرينات وقول له قول الكلمة دي يرضى يقولها؟ ليه؟ لأنه في حاجة تهزت، في حاجة تهزت صح؟ عايزين نعمل إحنا؟ إحنا عايزين نعمل إيه؟ عايزين نرجعها تاني. فخور أنا بمصريتي التي ذكرت في كتاب الله يا أخي. كفاية أن مصر ذكرت في كتاب الله يا أخي، وكفاية أن منها الليث بن سعد، وكفاية أن منها الشيخ عبد الحليم محمود، وكفاية أن منها أحمد شوقي أمير الشعراء، وكفاية أن منها محمد بتاع الكورة اسمه إيه؟ بتاع الكورة اسمه إيه؟ محمد صلاح، ومنها الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي يا عم في إيه مالك كده رضي الله عنه؟ أنا فخور يا أخي، خليك فخور يا راجل. الدنيا مولانا مرار والغلا والكهرباء قطعت، لا مش هتقطع تاني خلي بالك، وانا تعبان دوام الحال ايه؟ لا الاول خليك فخور ببلدك، لا تكن لاعنا للأزمة بل كن سببا من أسباب حلها. لا تكن سببا من أسباب المشكلة لاعنا لها، إنما كن سببا من أسباب ايه؟ حل المشكلة. صليتوا على الحبيب. أبو سلمة بن عبد الرحمن ماله؟ قال عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. مين اللي بيقول النبي مسح على الخفين؟ سعد. عبد الله بن عمر مبسوط ولا زعلان؟ زعلان على آخر. وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك. طب ليه سأل عمر؟ لأنه لما أنكر على سعد، وده كان في البصرة، كان سعد أمير البصرة، لما أنكر على سعد سيدنا سعد قال له إيه؟ سأل أبوك. فرح سيدنا عبد الله بن عمر عمل إيه؟ سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك، فقال عمر نعم. نعم يعني إيه؟ أيوة والله حصل، مسح على الخفين صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر لابنه عبد الله: إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. ما تسألش حد غير سعد، أنت بتشك في سأمة، ليس مثل سعد يسأل بعده رضي الله عنه. وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا، فقال عمر لعبد الله نحوه. أيها الأحبة الأكارم، هذه لها قصة أخرجها الإمام أحمد أيضا في المسند، من أن سعدا كان أميرا على البصرة، وكان عبد الله بن عمر هناك في البصرة، فشاف سيدنا سعد بيعمل إيه؟ بيمسح على الخفين، فأنكر وقال له إيه اللي أنت بتقوله ده؟ قال له مسح رسول الله على الخفين. قال له اسأل مين؟ اسأل أباك. أيها الأحباب، هذا المشهد بماذا يوحي إلى حضراتكم؟ واحد، أنا في رأيي أنه يعطينا ثلاثة نقاط مهمة إلى أقصى درجة. اقبل الخبر من الصادق ولو كان واحدا. تاني، اقبل الخبر من الصادق ولو كان. الدرس ده علمه سيدنا عمر لسيدنا عبد الله، قال له ما دام سمعتها من سعد، ولو كان سعد ايه؟ شخص واحد بس هو ايه؟ صادق. هذه ثقافة التصديق ام ثقافة التخوين والتكذيب؟ ردوا علي. المنتشر في زماننا وبين أفراد أمتنا ثقافة التصديق أم ثقافة التخوين والتكذيب؟ عدم وجود الصادقين. إذن لابد وأن نعيد للمجتمع أفرادا يوصفون بماذا؟ بالصدق. وأن نعيد للمجتمع شيئا اسمه ثقافة الإيه؟ التصديق. إن كان قال فقد صدق. طيب هو ما صدقش، ما صدقش، ذنبه وعقابه عند من؟ عند الله. فأنت ما دام أخبرك من يوصف بالصدق عليك أن إيه؟ هذه النقطة أخذها العلماء في علم الحديث وقالوا قبول خبر الواحد، قبول خبر الإيه؟ حتى خرج المحدثون فقالوا إن عندنا قسما من علوم الحديث اسمه حديث الآحاد. الآحاد ده يعني إيه يا أخوانا؟ ربما رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة
أو عدد لا يصل إلى حد التواتر. فقالوا الحديث قسمين، متواتر وأحاد. المتواتر ده يطلع إيه؟ ما رواه جمع عن جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطئهم على الكاذب، يبقى ده اسمه إيه؟ تواتر. أمال الأحاد إيه؟ رواه واحد عن اثنين، اثنين عن ثلاثة، ثلاثة عن خمسة، خمسة عن عشرة. اقبل الخبر من الصادق وإن كان واحد. أنا دلوقتي بفتح السوشيال ميديا، عيني على طول بتيجي على الفيسبوك على خبر طلع صر تكلم كمال اسمه ايه كمال ذهب ما اعرفش مين كذا، على طول بصدق ولا بقول استنى لما اتاكد؟ لازم استنى لما اتاكد. ليه؟ لانه غالبا لن يكون صدقا، ولان ثقافتنا التي انتشرت بيننا الان هي ثقافه التصديق ام ثقافه التكذيب والتخوين؟ لا بد وان نعيد الامر الى نصابه يا سيد. ما تصلوا على الحبيب كده. نرجع تاني ونقول اول نقطه تعلمناها من سيدنا عمر بن الخطاب في المشهد ده، هو ايه المشهد؟ هو ايه المشهد؟ ان سيدنا عبد الله بن عمر شاف مين؟ سعد بيمسح على الخفين، قال له ايه؟ قال انكره. فسيدنا عمر قال له اذا سمعت سعدا فلا تسال عنه غيره، اقبل خبر الصادق ولو كان واحدا. ادي اول واحده. النقطه الثانيه يا اخواننا، بقول بس بعد ما تصلوا على سيدنا الحبيب، النقطه الثانيه ايها الاحباب، ان الصحابي او العالم مهما بلغ في العلم او كان قديما في الصحبه قد يدرك شيئا وتغيب عنه اشياء. صح، قد يدرك شيئا وتغيب عنه اشياء. جبت الكلام ده منين؟ من مثل عبد الله بن عمر في الرواية والعلم والصحبة والملازمة لسيدنا رسول الله؟ فهل غاب عنه ما علمه سعد ولا لم يغب؟ فما غاب عن عبد الله بن عمر أدركه وسمعه من؟ سعد وعمر بن الخطاب. قال له اسأل مين؟ اسأل أباك رضي الله عنهم جميعا. وإذن هل يزعم أحد من العالمين أنه يعلم كل شيء في الدين؟ لا، لأنك إن علمت شيئا فقد غابت عنك. فلا بد إذن من التواضع، تواضعوا لمن تعلمون منهم. ولا بد وأن أبحث عن جانب النقص عندي في معلوماتي في الدين وأروح أعمل إيه؟ وأروح أسأل عنها أهل الفضل والعلم والديانة. صح يا أخوانا؟ مش معايا ولا إيه؟ آه، عبد الله بن عمر غاب عنه شيء ولا لم يغب؟ طب أنا أقول لكم على حاجة وأظني أشرت إليها قبل الآن، عمر بن الخطاب بجلالة قدره غاب عنه أشياء. صح؟ أبو بكر الصديق، من في الأمة أشد ملازمة للنبي من سيدنا الصديق؟ ولا واحد. ومع ذلك غاب عن سيدنا أبو بكر الصديق ميراث الجدة وعلمها من غيره. فمهما بلغ الإنسان في العلم أو القدم في المعرفة أو دوام الصحبة وقدمها إلا أنه قد يغيب عنه أشياء. فما وعى العلم جميعا أحد، لا ولو عاش ألف سنة. فخذ من كل علم ما يزين وخذ من كل علم أحسنه. تاني، ما وعى العلم جميعا أحد، لا ولو عاش ألف سنة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه غاب عنه أن النبي مسح على الخفين ولا ما غابش؟ غاب عنه. إذن قد يغيب عنك ما يدركه الآخرون ولا تثق أنك علمت كل شيء. قال ربي تعالى وفوق كل ذي علم عليم. النقطة رقم واحد كانت إيه؟ اقبل الخبر من مين؟ ودعوني من الصادق ولو كان واحدا، ودعوني أرسل رسالة أكررها، تعالوا لنعيد ثقافة الصدق والتصديق بدل ثقافة الكذب والإيه والتخوين. أيها الأحباب، النقطة الثانية، قد يغيب عن أحدنا ما يعرفه الناس للناس من بدو وحاضرة بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. كل الناس بتخدم كل الناس، شئت ما بين البروفيسور اللي بيشتغل في الحبل السلك الدبلوماسي محتاج السباك ولا مش محتاجه؟ الله العظيم، سيادة الوزير، فخامة الوزير، معالي الوزير محتاج النقاش عشان يعمل له الشقة، ومحتاج بتاع المجاري لو المجاري اتسدت. الناس للناس من بدو وحاضرة بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خادموا. النقطة الثالثة يا أخوانا، لا يعرف الفضل
لأهل الفضل إلا ذوي الفضل. الله. سيدنا عبد الله بن عمر لما راح سأل أبوه سيدنا عمر قال إيه عن مين؟ عن سيدنا سعد. والاثنين يا جماعة صحابة، والاثنين يا أخوانا من العشرة المبشرون بالجنة. ما عمر بن الخطاب من العشرة ولا لا؟ آه. سيدنا سعد بن أبي وقاص من العشرة ولا لا؟ آه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيوة يا أخوانا، كان عمر يعرف الفضل لأهل الفضل، ويعرف من هو سعد بن أبي وقاص. فما قال له إذا حدثك سعد عن النبي فلا تسأل غيره يا أخي، أنا عارف مين هو سعد بن أبي وقاص. يا سادة يا كرام، تعرفون سبب إسلام سعد؟ خليني بس أعطيكم شيء من عظمة هذا الصحابي الجليل، رشفة سريعة كده وأرجع إلى سياق الدرس. لكن الرسالة أنك إن عرفت الفضل لأهل الفضل، ده معناه إن أنت أهل الإيه؟ إن أنت أهل فضل وقيمة. فلا يقدم أهل الفضل إلا من كان هو أهلاً للإيه؟ للفضل. يعني ما يحترمش الناس إلا مين؟ إلا المحترم. أهو لو شفت حد بيحترم الناس وبيقدرهم وبيجلهم وبيقدم الناس اللي تستحق التقديم، يبقى هو إيه؟ يبقى هو صاحب فضل. طب إذا رأيت أحداً يذل الناس ويشتمهم وينتقص منهم، يبقى محترم؟ والله ما في ريحة الاحترام. فلا يعرف الفضل يا جماعة، قولوا معايا ولا أنتم مالكم، لا يعرف الفضل إيه لأهل الفضل إلا ذوي الفضل. سيدنا عمر قال له استنى يا عم عبد الله، استنى الله يكرمك، أنت عارف أنت بتتكلم عن مين؟ سعد بن أبي وقاص. إذا حدثك سعد إيه؟ ما تسألش بعده. هذا يعني كما قال ابن حجر، وأنا لأطل كلمة اللي كتبها ابن حجر في النقطة دي. عارف ابن حجر قال إيه؟ هذا فيه تعظيم عظيم من عمر لسعد، هكذا قال ابن حجر أو في الكتاب اللي قدامي. قال إيه؟ فيه إيه؟ تعظيم. كان يكفي يقول فيه تعظيم لسعد، إنما ما قالش تعظيم لسعد، قال فيه إيه؟ تعظيم عظيم لسعد بن أبي وقاص. فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا إيه؟ إلا ذوي الفضل. طب اللي بيحترم الناس ها؟ هو المحترم، هو المحترم بيحترم. طب اللي ما بيحترمش الناس، نسأل الله أن يهديه. حلوة دي، ويهدي أي حد ما بيحترمش الناس. بيب 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 بالموتوسيكل بتاع الواد جنب الجامع، ياض احترم الناس. في طلبة بيتحنوا في الثانوية العامة، ما بيحترمش حد، مش شايف حد إلا نفسه، ده يبقى محترم؟ أسأل الله أن إيه؟ أن يهدي. أنا قلت المثال ده بس عشان تعرفوا أنا بتكلم عن مين، عشان ما حدش يروح مخه بعيد يعني. صليتوا على الحبيب تاني، قول معايا تاني يا أخوانا، صلوا على الحبيب كمان مرة عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الأكارم، هذا فيه تعظيم عظيم لمين؟ سعد. وسعد عظيم بحق ولا لا؟ أنا قرأت سبب إسلام سعد، ده أسلم رقم 6 في الإسلام. رقم كام؟ 6، يعني لم يسبقه إلى الإسلام إلا 5 بس رضي الله عنه. قال رأيت في منامي ليلة من الليالي في الجاهلية أني أغرق في بحر متلاطم الأمواج. مين ده اللي بيغرق؟ سعد. قال فرأيت قمرا اقترب مني فأردت أن أتشبث به حتى لا أغرق. شاف إيه يا أخوانا؟ أمر. قال فلما أردت أن أتشبث به رأيت أبا بكر وعثمان وعليا وخديجة قد سبقوني إليه. قد إيه؟ سبقوني إليه. قال فاستيقظت من نومي فإذا بأذني تسمع أن محمداً يدعو للإسلام. قلت والله لا قمر في مكة ولا في العرب مثل الحبيب محمد، فأسرعت إليه فأسلمت. ده مين ده يا سيادنا؟ سيدنا النبي قال لسعد بن أبي وقاص ارمي سعداً فداك أبي وأمي. النبي لم يفدي أحداً بأبيه وأمه مثل ما فد سيدنا مين؟ سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص هو قائد جيش القادسية. تعرفون جيش القادسية؟ وماذا حدث في حرب مين؟ في حرب الفرس كان على رأس الجيش سيدنا مين؟ سعد. ومع ذلك يا سادة، لما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى ومات أبو بكر ومات عمر وقتل عثمان، اندلعت الإيه؟ الفتن، اندلعت الفتن. فاعتزل سعد مع غنيمات في صحراء، ماليش دعوة. فجاءه عامر. مين عامر؟
ابن عامر بن سعد يركب دابته وانطلق في الصحراء تجاه سعد يرعى غنما، سعد بن أبي وقاص بعيد عن الفتن، فلما رأى سعد عامرا مقبل من بعيد ولا يعرف من هو، فقال سعد: اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب، قبل ما يوصل عنده. فلما وصل عنده إذ به عامر، فقال عامر: يا أبتي، أنت هنا والناس في المدينة يقتتلون على الخلافة والإمارة وأنت حقيق بها؟ مين الأولى بالرئاسة؟ أنت، مش أي حد. فأمسك سعد عامرا من مجامع ثوبه وقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب عبده التقي النقي الخفي. التقي النقي الايه؟ ولا الذي يقاتل على الكراسي والمناصب؟ يا ابني الشغلانة دي ايه؟ مش شغلتي، الشغلانة دي مش بتاعتي. إذن عظم عمر سعدا مبالغة ولا بما يليق بسعد، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا صلوا على النبي يا أخوانا. هو ده الحكاية وده الموقف. لكن قولوا لي بالله عليكم، هو عبد الله بن عمر اختلف مع سيدنا سعد حوالين إيه؟ المسح على الخفين. طب اسمعوا يا سادة ودعوني أقرأ، لا لا لا، أنا أقول لكم من الذاكرة. أيها الأحباب، لم يرد عن صحابي واحد من كل أصحاب رسول الله منع المسح على الخفين، كل الصحابة أجازوه إذ نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من روي عنه أنه منعه روي عنه أنه أجازه لما علم، كعبد الله بن عمر لما علم من سعد. إذن سؤال واحد: هل أطبق الصحابة جميعا على جواز المسح على الخفين؟ هذا يعني ماذا؟ يعني أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. هذه أول واحدة. نمرة اثنين، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد عن واحد من علماء السلف الصالح أنه أنكر المسح على الخفين إلا الإمام مالك، إلا الإمام. هذا يعني أن مالكا خالف السلف كلهم وخالف من كمان؟ الصحابة. الحقيقة لا، بعد ما فتشت في المذهب، ومالك ده مذهبي أنا، أنا مالكي المذهب في الفقه، دورت على المسألة ديت فوجدت أن مالكا لا يمنع المسح على الخفين، وإنما يجيزه، غاية ما في المسألة أنه لا يحب أن يفعله وهو في المدينة، هو ما يحبش يمسح على الخفين، إنما إذا سألوه يفتي بنعم ولا يفتي بلا. إذن هل يجوز المسح على الخفين في مذهب الأحناف؟ نعم. في مذهب الشافعية؟ نعم. في مذهب المالكية؟ نعم. في مذهب الأحناف الحنابلة؟ نعم. في قول الصحابة جميعا؟ نعم. ماشي. قالوا: ورد المسح على الخفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 80 صحابيا رأوا النبي مسح على الخفين، منهم العشرة، منهم مين؟ العشرة المبشرون بالإيه؟ بالجنة. انتوا خلي بالكم قوي من الكلام اللي انا بقوله ده دلوقتي، لان هذا الكلام في صلب القضيه، قضيه الايه؟ هذا المسح على الخفين مجمع عليه عند العلماء وسلف الامه، ولا هناك من يخالف؟ فاين الخلاف اذن؟ الخلاف في شروطه وكيفيته، وشروطه وكيفيته ده اللي هنقوله في الحديث اللي جاي او في الدرس اللي جاي مع صحيح البخاري. بس احنا النهارده بعد ما حكينا الموقف راينا ان الصحابه اطبقوا. طب عبد الله بن عمر أنكر ولا لما علم من سعد وافق وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين؟ أيوة، النبي مسح على الخفين صلى الله عليه وسلم، صح يا جماعة؟ نعم. إذن العلماء مطبقون سلفا وخلفا، حتى قال الحسن البصري رضي الله عنه: حدثني 70 صحابيا أنهم رأوا النبي يمسح على الخفين. كم واحد؟ 70 صحابي. طب 70 صحابي دول ينفع يكذبوا؟ ينفع ينقلوا حاجة ما شافوهاش؟ فهل يجوز المسح على الخفين أم لا؟ ردوا علي. بس السؤال: أيهما أفضل، أن أمسح على الخفين أم أن أنزع الخفين وأغسل رجلي؟ هذا الكلام اللي أنا بحبه. يقول لي إيه؟ الله أعلم. سؤال تاني، طيب عشان اللي مش ماخد باله ياخد باله،
الأفضل. أنا جاي من البيت أهو متوضي ولابس الخف الذي له مواصفات وشروط أنا هذكرها إمتى؟ في المرة اللي جاية. لكن خلي بالك وأنا قاعد في الجامع ما عنديش مشكلة، أنا مش في المكتب ولا حاجة، فالأفضل أن أمسح عن الخفين ولا أخلعهما، ولا الأفضل أن أخلع الخفين وأغسل الرجلين؟ مين أفضل؟ ها؟ أمسح الخفين أفضل؟ ده بيقول لك الأساس. اختلف الفقهاء ما شاء الله، عايزين نخرج من هذا الخلاف. عارف يا سيدنا بعض العلماء قالوا عبد الله بن عمر لم ينكر على سعد أصل المسح على الخفين، لا، عبد الله بن عمر أنكر على سعد أنه يمسح على الخفين وهو في الحضر، وما مسح النبي على الخفين إلا وهو في السفر. إذن المسألة متشابكة، خلي بال حضرتك. لكن عمر علم عبد الله ولده أن النبي مسح الخفين برضو فين؟ وكان عبد الله بن عمر عارف ولا مش عارف؟ الأصل أو الأفضل المسح على الخفين أم أن أخلعهما وأغسل؟ اختلف العلماء على فريقين كبيرين، مش العلماء اللي في الدرس اللي في نور الإسلام، لا، دول على دماغنا من فوق، لكن أهل العلم الأكابر اختلفوا على فريقين بعد أن نقلوا إجماعاً أن النبي مسح على الخفين. تعرف ماذا قال العلماء؟ الفريق الأول منهم قالوا المسح على الخفين أولى. قالوا لهم لماذا؟ قالوا لأن أهل البدع من الخوارج والرافضة أنكروا أن النبي مسح الخفين، فنحن نحقق هذه السنة لأنه شكك فيها الخوارج والروافض. من الخوارج والروافض دول؟ مش بتوع العياط، لا، العياط ما لهمش دعوة بينا يا عم، ما تغلطوناش. مين الخوارج والروافض؟ الخوارج هم الذين خرجوا على سيدنا علي بن أبي طالب، والروافض هم الشيعة الذين شايعوا عليا وقالوا فيه ما ليس فيه رضي الله عنه. دول نأخذ ديننا منهم ولا من أهل السنة؟ إذن مين الأولى، أن نمسح على الخفين ولا أن نخلع الخفين ونغسل الرجلين؟ قالوا لا 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 لا، ما دامت الحكاية بهذه الطريقة وقد أطبق الصحابة أن المسح على الخفين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخوارج وأهل الرفض من الشيعة أنكروا، فعلينا أن نحقق السنة، فنحن أهل الإيه؟ أهل السنة والجماعة. هذا الرأي الإيه؟ الرأي الأول. أما الرأي الثاني فيرجع إلى قول أخي الكريم أن الأصل أن يغسل الإنسان رجليه إذا توضأ، ولكنهم وضعوا شرطاً، قالوا الأصل أو قالوا الأولى أن يخلع الخفان ويغسل رجليه ما لم يكن ترك السنة زهداً فيها. اللي هي إيه السنة؟ لا، لو كان هو بس عايز يعمل ده علشان يتأكد من نظافة قدميه وعنده وقت وكل حاجة وخلع الخفان لأنه مش منكر للسنة ولا زاهد فيها ولا ما بيحبش السنة ولا هو مش سني ولا حاجة، لا، لو بيعمل كده وهو ليس زاهدا في السنة وبيعمل كده بس عشان يتأكد من غسل رجليه وكذا، فهذا إيه؟ فهذا أفضل. البخاري ماذا إلى ماذا يميل؟ ابن حجر والبخاري كلاهما يميلان إلى أن الإنسان يمسح على الخفين، بس بإيه؟ لا، ردوا على الكلمة دي مهمة قوي، هي التي ستمهد للدرس القادم. خلي بالكم احنا بنعمل ازاي واحنا بنقرأ البخاري، واخدين بالكم ولا لا؟ ايه اللي يحصل؟ الاصل ان نمسح على الخفين بايه؟ مش الاصل، الاولى عند العلماء ان نمسح على الخفين، بس بايه؟ بايه يا اخوانا؟ ما هي هذه الشروط؟ هذه سنضعها شرطا شرطا، ستيب باي ستيب، خطوة خطوة، وهقولها لكم فيس تو فيس. اول ما بيدخل الشتاء مولانا المشاكل بتضرب، تلاقي واحد لابس شراب، واحد جاني مرة لابس 3 شراب على بعض، شايف يا عم الشيخ 3 هم، عشان ما تقوليش سميك ومش سميك وتعمل لي الحكاية اللي انت بتعملها، فهل يجوز المسح على الخفين ولا لا؟ طب عايز اسألكم سؤال، هو يا اخوانا هل رأيتم خلافا بين العلماء في المسح او لا؟ يوجد خلاف ولا لا يوجد؟ ماذا يفعل المسلم المعاصر إذا وقع في مشكلة ومسألة فسأل سيدنا الشيخ أحمد فاداله رأي، فساب الشيخ أحمد وراح للشيخ إبراهيم، فالشيخ إبراهيم اداله إيه؟ اداله رأي تاني.
ماذا يفعل؟ هذه هي المشكلة المعاصرة. مش أنا قلت أن النقطة الثالثة هي المشكلة المعاصرة؟ إيه المشكلة المعاصرة؟ أنك تعرض لك مسألة تقوم تعمل إيه؟ تسأل أو تدخل على الشيخ مين؟ الشيخ جوجل عليه من الله ما يستحق، تلاقي 30-40 رأي في صفحة واحدة، صح يا أخوانا؟ أعمل إيه؟ أنا بسألكم بيحصل معكم الكلام ده ولا مش بيحصل؟ نعمل إيه؟ إيه الحل للمشكلة ديت؟ هذا ما سأقوله لحضراتكم، ولكن بعد أن نسمع الإيه؟ بعد أن نسمع الأذان إن شاء الله، ويبقى معنا النقطة الرابعة وهي العمامة. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، وهي والله مشكلة حقيقية ولكنها معاصرة. سيدنا عمر ماذا قال لعبد الله بن عمر؟ قال: إذا حدثك سعد فلا تسأل غيره. أما نحن الآن وفي زماننا، أنا سأحكي لكم عن تجربة شخصية، عن تجربة شخصية حدثت معي في أكثر من مرة، بل في عشرات بل في مئات المرات. يأتيك السائل، يأتيك السائل يسأل عن مسألة معينة، ثم يشرح لك القضية ويوضح لك المسألة، ثم يريدك أن تجيب، فبعد أن تجيبه يقول لك: لا بس الشيخ الفلاني قال كذا. هل هذا حادث يا سادة؟ صح؟ ثم إن حضرتك أول ما تكتب على الجوجل يطلع لك 30-40 موقع إسلامي، مش عايز أقول أسماء المواقع عشان ما يبقاش دعاية، تطلع 30-40 موقع، تلاقي على موقع كذا رأي، تلاقي نفس المسألة على موقع تاني إيه؟ رأي تاني، مش عارف تعمل إيه. يا جماعة، أنا سألت أهل العلم ماذا نفعل في هذه المشكلة، فاختلفوا وهم يجيبون على هذا السؤال. حتى لما أجابوا السؤال عملوا إيه؟ اختلف. فقال بعضهم: لا تسأل إلا واحدا ثقة ثبتا تثق بعلمه ولا تسأل غيره. واحد تاني قال لي: لا لا، من حقه يسأل الناس كلها وياخد بما في مصلحته، ياخد بما في إيه؟ آه، رمضان اللي فات ده وأنا قاعد هنا هو في رمضان، جاني واحد سألني في مسألة، قلت له: لا ما تعملش كده. والله يا جماعة ما خرج من المسجد وراح لفف من وراء العمود وراح لأبو يحيى مثلا، بدي لك مثال يعني، وسأل أبو يحيى نفس السؤال، أبو يحيى قال له: اعمل ده صح صح. فراح واخد رأي مين؟ الرأي اللي جاي على إيه؟ ده حاصل يا أخوانا. شيخ محمد متولى الشعراوي الله يرحمه كان في المينا هاوس ده، ولا اسمه الفندق المشهور ده، فندق على النيل كده، فندق مشهور جدا. فقالوا الولد اللي بيشغل في الريسبشن اسمه كده، والولد اللي بيشغل في الريسبشن ده بيبيع ايه ساعات، بيشيل ايه ويودي ايه امور. فالراجل اللي في بيشغل جه جنب سيدنا الشيخ كده وقال له: بقول لك يا مولانا. قال له: قال له: انا متجوز وعندي 7 عيال، بص الدخله بس، وما عنديش مصدر رزق غير الشغلانه اللي انا فيها، وبصراحه لو سبتها هجوع والعيال هيتشردوا. بص الكلام، وبصراحه لو سبتها هجوع والعيال ايه يتشردوا، ومش هعرف اروح فين ولا اعمل ايه ولا اسوي ايه. بقول لك يا مولانا، هي شغلتي دي حلال ولا حرام؟ طب ايه رايك بعد التمهيد، بعد الفيلم اللي قاله ده كله، الشيخ يعمل ايه؟ عارف الشيخ قال له ايه؟ قال له: طب ما تحط الفتوى على بقي احسن. طب ما انت اللي انت عملته ده عايزني اقول لك ايه؟ عايزني اقول لك حلال. الناس الان يحكمهم الدين ولا يحكمهم الهوى؟ الغالب، لا اقول كل الناس، يحكمهم الايه؟ لذلك يروح يسأل أي حد، بعد ما يسأل كم واحد؟ 7-8 تنفار، وبعدين يقول لك: أنا جيت من عندي دار الإفتة، بس بصراحة اللي قالوا دار الإفتة ما دخلش مزاجي. ومين أنت عشان يدخل مزاجك؟ ويدخل مزاجك ليه أصلا؟ وهو الدين بالمزاج ولا بالأحكام الشرعية الثابتة عن الله وعن رسوله؟ العيب في العلماء ولا العيب في الناس؟ لا، العيب في الاثنين. ايوه، ما احنا عايزين نعيد الثقه في الشخصيه المصريه من جديد. مش العيب في الناس، الناس فيها العيب، بس كمان العيب في مين؟ لو ان العاميه راى رجلا ثقيلا في مادته العلميه وحس ان هو فاهم وتقي وورع ولن يفتي الا بما يرضي الله، وراح ساله، هيسال غيره؟ يبقى المفترض أن نصدر للمجتمع أشخاص، أو أن نصدر لهم المفتي أو الهيئة التي تفتي، تنال ثقة الجميع بثقلها العلمي ولا بالفهلوة وبطق الحناك؟ بالثقة للعلم، هو ده المطلوب يا أخوانا. أيوة، ما الحل يا سيدنا الشيخ؟
قال لك إذا تتبع العامي آراء العلماء وأخذ بالرأي الذي على هواه ضاع دينه دون أن يدري. من تتبع رخص العلماء ضاع دينه. أما أعمل إيه؟ سل إنساناً أو هيئةً تثق بها ثم خذ رأيها واعمل به ولا تدخل نفسك في بلبلة ولا تقول الشيخ جوجل قال ولا الموقع الفلاني قال ولا الشيخ اللي مات الله يرحمه قال. إنما تسأل واحداً تثق بعلمه وديانته أو تسأل هيئةً تثق بها بثقلها العلم وديانتها. وبعدين تعمل إيه بعد كده على طول؟ تروح تدور على بعض الناس وطب انت رأيك ايه؟ طب انا بصراحة مش داخل مزاج الرجل اللي قاله اصله ده من شيوخ السلطة ومدام افتى يبقى ده عايز يرضي الدولة. سيبك منه بقى، تعالى نروح لواحد تاني. مين اللي دينه هيضيع؟ السائل ولا المسؤول؟ هذه هي المشكلة. انا بسألكم بالله، هذه مشكلة حقيقية ولا مشكلة مفتعلة؟ مشكلة حقيقية يا أخوانا. الناس عدس عندها بلبلة لأن كل واحد إيه يعمل عقله ويعمل ذهنه ويعمل الفهلوة. يقول لك أصله مش عاجبني جوابي دار الإفتاء، أصله لجنة الأزهر دي أصلها تبع الدولة دي، أكيد هتقول كلام يرضي الدولة. يعني يا عم ده في الطلاق. والله يا أخوانا آخر مسألة عرضت علي النهاردة الصبح، النهاردة الصبح يتصل أحد الناس يقول أنا طلقت زوجتي مرتين وأنا منش عارف الطلاق ثابت ولا مش ثابت. قلت له روح دار الإفتاء. قال لي ما أنا جاي من دار الإفتاء. طب بتسألني أنا ليه؟ قال لي أصل بصراحة اللي حصل في دار الإفتاء مهزلة ما رضنيش أبدا. قلت له مين أنت عشان أنت بتشتغل إيه؟ قال لي أنا بشتغل صنايعي ألموتان. طب أنت قريت البخاري؟ لا. طب قريت مسلم؟ لا. طب تعرف قواعد الفقه؟ لا. طب تعرف أصول الفقه؟ لا. طب مش عاجبك كلام المشايخ ليه بقى أنت إن شاء الله يا صنايعي الألموتان؟ قال لي هو مش دخلش مزاجي وخلاص. وقلت الراجل ده انا بسمعه في نور الاسلام راجل صوته عالي وانا حاسس كده ان هو بيقول الحق، يعني ما بيهديش الدوله يعني. والله العظيم قال لي كده في التليفون، انا حاسس ان هو راجل بيقول الحق يعني. فانا قلت اسالك انت. قلت له صلي على النبي. قال اللهم صل عليه. قلت له ما عنديش جواب. اللي قال لك عليه دار الافتاء هو اللي ايه؟ طب انا لو افتيته بكلام عكس اللي قاله له هيحصل له هو ايه؟ صح يا اخوانا ولا لا؟ فهذه مصيبه يا جماعه، ان الناس الذي يحكمهم هو الدين والفتوى الشرعيه الموثقه ولا يحكمهم الهوى. العيب في الناس ولا في المشايخ؟ المسح على الخفين من الدين ولا ليس من الدين؟ طب اسمع الحديث اللي بعده. بيقول لي سيدنا البخاري قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. يبقى المغيرة بن شعبة من الصحابة اللي نقلوا ان النبي عمل ايه؟ مسح على الخفين. في السفر ولا في الحضار؟ هذه الواقعة بعينها كانت في السفر في غزوة تبوك، لكن هل المسح على الخفين جائز في الحضر ولا في السفر؟ في كليهما. حديث آخر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن ابن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. النبي مسح على الخفين ولا لم يمسح؟ آخر حديث قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. الله، يمسح على إيه يا سيدنا؟ عمامته وخفيه. وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ودي أنا قلت في آخر خالص الإيه؟ العمامة. ما قصة العمامة يا سادة؟ قال لك النبي لم يمسح على العمامة دون رأسه. أنت غلطان، إنما مسح على خفيه وعلى العمامة بعد أن مسح ناصية رأسه. يعني العمامة كانت عاملة كده، شايفينها؟ العمامة كانت عاملة إزاي؟ فمسح هكذا وهكذا على العمامة، يعني على الناصية والإيه؟ والعمامة. إنما هل يمسح على العمامة ولا تخلع ويمسح على الرأس؟ الإجابة لا، لأن مسح الرأس ركن من أركان الإيه؟ من أركان الوضوء. إنما مسح عليها ماذا يا سادة؟ عليها بعد الإيه؟ بعد الناصية. السؤال في ختام هذا الدرس، هل تتلمذ البخاري لأحد المصريين؟ هل الشخصية المصرية تستطيع أن تقدم شيئا للعالمين وللأمة الإسلامية؟ تقدر ولا ما تقدرش؟
تقدر. طيب الآن يا سادة، هل مسح النبي على الخفين؟ إذن كأننا أجبنا على حكم المسح على الخفين في هذا الدرس كله، وبقي لنا ماذا؟ شروطه، وهو مع الحديث القادم في المجلس القادم في الدرس القادم. ورحلتنا مع صحيح البخاري ممتدة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم، وأن يسترنا وإياكم، وأن يجبر خطأنا وذللنا. وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم إنا تبنا إليك فاقبل توبتنا.